أعزائي المشاهدين، نحييكم وأهلا وسهلا فيكم مع برنامجنا، حلقة جديدة من برنامج تساؤلات وآراء. وضيف الحلقة اليوم الأخ العزيز ماجد. أهلا وسهلا فيك أخ ماجد. أهلا فيك أبو أحمد، الرب يباركك. زين أخ ماجد، نبي نعرف شنو مصير الناس اللي ما سمعوا الكلمة، اللي ما عندهم خبر. يعني في ناس ماتوا قبل المسيح، وفي ناس ايضا حتى بالوقت الحاضر في ناس ما وصلتهم الرساله، ما حد يدري يعني ان المسيحيه كم مخلص لهم. فشنو مصير هذول الناس؟ طيب، هو احنا يمكن ما تكلمناش عن الخلاص دلوقتي، لكن خليني اقول لك ايه مصير الناس اللي ما سمعوا عن الله حتى. يعني الكتاب المقدس يورينا في الخطيه اللي احنا اتكلمنا عنها ان في انواع من الخطايا. الخطيه الاولى هي خطيه ادم. يقول الكتاب هذه الكلمات عنها ان في ناس اخطاوا على شبه تعدي ادم. مثلا في رومية 5 يقول فانه حتى الناموس كانت الخطيه في العالم. على ان الخطيه لا تحسب ان لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من ادم الى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي ادم. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان في خطيه ادم. شو خطيه ادم؟ ايش خطيه ادم؟ نعم، كسر وصيه الله. ما تاكلش من الشجره دي، اكل فكسر الوصيه. اذا الخطيه، خطيه ادم، هي كسر وصيه الله. ايه شبه تعدي ادم؟ شبه تعدي ادم الناس اللي بتعرف الوصيه وتكسرها. عشان كده يقول الكتاب ان في ناس بتخطئ بالناموس، وفي ناس بتخطئ بدون الناموس. نعم. ايه معنى الكلام ده؟ تخيل معايا لو احنا في بلادنا مثلا في قوانين. نعم. في ناس مثلا ما بيعرفوا القوانين، وفي ناس بيعرفوا القوانين. ما الناموس يعني قانون، ناموس يعني شريعه. نعم. في ناس بتعرف القانون وفي ناس ما بتعرف القانون. تخيل اللي ما بيعرف القانون اخطا، واللي بيعرف القانون اخطا، الاثنين راح يتعاقبوا ولا لا؟ شيء اكيد، سواء بيعرف او ما يعرفش القانون موجود. نعم. ادم اخطا خطيه اسمها التعدي، لكن من ادم لسيدنا موسى ما كان في وصايا، واخد بالك؟ نعم. ما كان في ناموس. فالكتاب بيقول ان رغم ان من بعد سيدنا ادم لموسى ان في موت موجود في العالم، ده دليل الخطيه موجوده. الخطيه، الموت بسبب الخطيه. ملك الموت في العالم من ادم لموسى بدون وصايا. الوصايا جت بعد سيدنا موسى، الناموس. صحيح. مش كده؟ اذن الناس اللي اخطاوا من ادم الى موسى دول اخطاوا بدون الناموس. فما مصيرهم؟ مصيرهم هم بيعملوا الخطيه رغم انهم ما عرفوهاش، وبعد الناموس جه الناموس واخطاوا بالناموس. عشان كده الكتاب يقول في روميا ان سواء اخطأت بدون الناموس او اخطأت في الناموس، بدون الناموس ستدان وبدون الناموس ستدان ايضا. ليه الانسان سيدان بدون الناموس؟ يقول هذه الكلمات في روميا 2، وانا نفس المشاهدين يسمعوها. بيقول هذه الكلمات، يقول لنا من اخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، ومن اخطأ في الناموس فبالناموس يدان. بمعنى إن الأمم الذين ليس عندهم الناموس، يقول هذه الكلمات، الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينهما مشتكية أو محتجة في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس. الله وضع ضمير في الإنسان. أنا طبعا في أمور عميقة ما أقدرش أتكلم عنها، لكن الله وضع ضمير في قلب الإنسان اللي ما بيعرف الوصايا. نعم. واللي ما بيعرف الله، وتلاقي ضميره دايما يشتكي عليه. هذا الضمير، ضمير اللي بيشتكي عليه، سيدينه في يوم الدينونة. هو الناموس تبعه، ضميره. نعم. اللي موجود جواه. وأنا عايز أقول يعني في ردا على هذا السؤال، لأن اتسألته كتير، أنا بقول للناس إن الله عادل والله محب. عادل بمعنى انه لن يظلم احد، مش ياخد واحد على جهنم ويقول له انت يعني ايه انت اخطأت حتى لو ما سمعتش. لا، هو عادل. الله امين عادل. امين. ومحب. ف
والله وضع الضمير في الإنسان، هذا الضمير إن لم يقود للمسيح وللغفران سوف يشتكي عليه في الأبدية، الضمير هيقف شاهد. نعم. لأن الضمير بيسجل كل الأحداث حتى لو ما فيش وصية، تبص تلاقي في الأعراف الاجتماعية، عرف الواحد يحس إنه عمل شيء غلط، عارف البسة في البيت ال 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 الزينة سموها في البلاد يسموها الزينة القطو إيه نعم القطو زي الإسباني يسموها قطو القطو ممكن تعمل شيء غلط بس تحس إن شيء غلط عملته نعم ما بتحاول تعمل تخطف اللحم فتخطف وتنحاش على طول عنده جزء كده شعر بشيء واخد بالك الإنسان اللي ما بيعرف الله ولا بيعرف الوصية ولا بيعرف الشريعة عنده شيء جواه بيسجل جواه سيظهر في اليوم الأخير اللي سيدين فيها الله سرائر الناس محتجة ومشتكي الله سيدين إزاي أنا ما أعرفش لكن كل من لا يوجد في المسيح ده يراجع نفسه المسيح هو الحل آمين دم المسيح هو الحل طب المسيح هو الحل والمسيح يا من السماء وعلشان يموت علشاننا نعم. فشلون إذا أنا شلون راح أتأكد أني خلصت هل في ظواهر هل في شغلات معينة أتأكد من خلاصي أنا هقول لك شغلة واحدة أنا عارف أهل الكويت أهل كرم صدق أهل كرم والمصريين كرم والعرب بشكل عام صفات العرب الكرم من صفة العرب يعني أنا لفيت بلاد كتير في العالم لكن نعم. أشعر أن البلاد العربية من أكرم شعوب العالم يعني خاصة في الموائد والأكل المسيح دفع الثمن نعم وهو قال آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص من آمن به يعني بيقول كده إن الذي يؤمن به لا يدان هو بيقول كده وهو دفع الثمن هل أنا مطلوب مني يعني أعمل شيء بجانب الإيمان عشان أظهر بري أمام الله وأظهر إن أنا خلصت ما ينفعش أنا بتخيل المسيح عمل مائدة اسمها الخلاص وكأس اسمه كأس الخلاص بيقول لي تناوله تخيل أنا تعزمت عندك في البيت وعملت وليمة صرفت فيها مثلا 500 دينار نعم دينار كويتي صرفت 500 دينار وأبو أحمد كرمني يعني بقول يا سلام على الكرم وبعد كده قلت لا دي الوليمة دي كبيرة أنا لازم أدفع جزء منها وأروح إيه نطلع 50 دينار ولا 30 دينار من اللي عندي وأقول لك أبو أحمد خد دول يعني يغطي شوية من حساب الأكل شو يكون شعورك أتخانق وياك مش كده تتخانق سبيتني هنت نعم 100% الله دبر الخلاص دفع ثمنه نعم وهو يعني قال بفمه الطاهر آمن فتخلص أنا دفعت الثمن المسيح لأنه ونحن بعد الخطاة مات المسيح من أجلنا مات وقام من الأموات أمين أجي كده أقول أنا هعمل إيه عشان أخلص طب أدفع كام ما هو دفع الثمن الكبير ده الخلاص ده ما حدش يقدر يدفع ثمنه نعم غير المسيح بس لأنه هو بلا خطية ويمكن نتكلم عليه في حلقة منفصلة عن لماذا المسيح هو المخلص الوحيد لكن أنا كل اللي علي أن أنا أتناول وأشكر أخذ الخلاص من المسيح أتوب عن خطاياي وأقول له ربنا بشكرك لأنك صادق في مواعيدك إحنا عندنا نقول لك الرجل بإيش بكلمته أنا مصدق لأنه بثق فيك نعم المسيح قال آمن تخلص فأنا مصدق الضمان إن المسيح هو الذي قال هذه الكلمات ولا يمكن أن يعود في كلامه هللويا أمين هللويا زين في نهاية حلقتنا بيك توجه كلمة حق الأخوة المشاهدين أنا بوجه كلام الأحباء المشاهدين والمشاهدات وبقول إن الله محبة الله بيحبكم وإحنا بنحبكم واغتنم الفرصة واغتنم الفرصة المسيح بيقدم لك فرصة عظيمة ويقدم لك فرصة عظيمة لو أنت بتشاهدنا في الدار أو برا الدار أو في أي أمين. مكان الرب بيدعوك النهاردة أن تقبل إليه وهو يقول هذه الكلمات في إنجيل يوحنا من يقبل إلي لا أخرجه خارجا عشان كده أدعوك أن تأتي للرب والرب سيقبلك ويغسلك بدمه ويطهرك ويجعلك خليقة جديدة وابن لي وعلاقة لا تنفصم ولا تنقسم ولا تنفصل أبدا وتكون ابنا لله كل الأيام وإلى الأبد آمين آمين, آمين. إحنا مثل ما تعودنا نطلب من أخونا أن يصلي حق الأخوة المشاهدين
بان كل انسان بعده للحين ما عرف المسيح وما عرف الخلاص الحين ان الرب يلمس قلبه في هذه الحلقه. يا رب نشكرك يا رب، زي ما فتحت عينينا فتح عيون الكثيرين يا رب في هذه الايام، زي ما اخترت انك تتعامل يا رب مع خطاط واشرار يا رب نظيري، يا رب المس احباء قلبك اللي بيشاهدونا الان يا رب، وبالروح القدس اوصل لكل اخ وكل اخت يا رب، وتعامل حتى رب اللي في قلبهم حقد وغضب، واللي في قلبه الان يا رب بيسمعنا وجواه نار كده وحقد وغضب، يا رب تعامل معه واديله مياه بارده لنفسه العطشانه يا سيدنا رب. اظهر عمل نعمتك، اظهر خلاصك للكل يا رب، ليعرف الجميع يا رب كم انت محب وكم انت فادي ومخلص، وكم دمك يا رب فيه قوه للتطهير والتحرير يا سيدنا رب. بدم المسيح يا رب فك كل قيود وكل احمال بسبب الخطيه يا رب، لمجد اسمك يا رب لك الكرامه وكل المجد.
آمين. نشكركم أعزائي المشاهدين مشاهدتكم هذه الحلقة، ومع حلقة جديدة باسم الرب يسوع، حلقة تساؤلات وآراء، وراح يكون معنا في الحلقة القادمة أيضا أخوة خادمين للرب ونسمع آراءهم أيضا. الرب يبارككم ونشوفكم في الحلقة القادمة.